شوفوا هذا الرجل الأعمى، الله يشافينا وياكم يا رب. والكلب عزكم الله هو اللي يوديه ويوصله ويراويه وين يروح وين يجي. شوف الكلب الحين بيحد له، بيعلمه انه لف مني. شوف كيف حد له، وقفها، شوف وقف قدامه عشان ما يعبر الشارع، وقفها عند المحطة مرة. شوف يوم بيجي الباص بيركب الباص، شوف كيف يطالع. شوفوا يا الباص أكثر من باص يدخل في نفس الوقت. إذا الكلب ركب، ركب راعي معه. إذا كان الباص غير، الكلب ما يركب معه. سبحان الله.